السلام عليكم. سميتي هيثم ماشي الحبيب، راه والدي ذابحين عليا. هرب هرب. تحيه لدي جي رضا السوق، رضا السوبا، احسن سوبا في المغرب. السلام عليكم، ماشي بخير؟ تحيه لهاد الناس اللي الفوق اكثر من هادو اللي تحت. علاش بلاتي؟ علاش هنايا كاينين الكراسه فيهم البونج، عرفتي راه هي كاينه البلاستيك، كدوز 10 دقائق كيبداو يديروا. اقوى لحظه اللي يقدر فيها الانسان ما يتحكمش في راسو هي ملي كتجي تفويها، وكاين واحد النوع كيبغي يحبسها زعما يقمع، عرفتي كيبدي يدير ها، وفي الاخر هي اللي كتغلب، كيولي حال فمه بحال فراس النهر. انا واحد القضيه يلا فهمتها مؤخرا في 2016 كان ضراني في راسي من الصغر. علاش مول القراعي البيع كيقول ديك اي؟ علاش؟ حيت كيشري الحاجه رخيصه وكيبيعها غاليه. اي اي. عندي انا اوديكم على واحد صاحبي عطى ربي كل شيء، عطى الصحة، عطى الجمال، عطى الرزق من اللي كبر إلا اللغة الفرنسية، ومن زهره كيعجب غير البنات اللي عندهم مشكل في اللغة العربية. كنا واحد النهار في لابيسين، أو بالأحرى البيسين كيف ما كيقولها هو، عجباتو واحد القاورية ويشوف، بقى كيشوف فيها، شافت فيه بحال هكا لقاتو كيشوف فيها، ضحكات ابتسامة في وجه أخيك صدقة. صاحبي ما اعتبرهاش صدقة، قال لها موا أوسي جو تام. زادت الضحكات صدقة. صاحبي ناض عندها، ماشي ناض عندها، تبعت عندها، عرفتي ديك النوضة ديال طومي جيري ملي كيشم ريحة الماكلة، مشى عندها ويشد لها في يدها وما يوقفوا حدا البيسين ويقول لها كون كان عندي شوية فرونسي نغرق أنا وياك. جا عندنا مدمر لا نمرة لا صداقة، وحنا نقولوا ليه شوف غتقول لها واحد الجملة والله لا رجعات لفرنسا. قلنا شناهي؟ قلت لها، قلنا لي غتقول لها اكوا سير لا في بويسكو لا مور نوز اتون. جمع الفوطه دارها في الساك، مشى لدارو مبريبارا مزيان السوتنونس اصاحبي، ويجي عندها ويبدا يطلق لها داك الشيء ديال مولياغ. اكوا سي لا في بويسكو لا مور نوز اتون، مع يلا مغدي بيه يا مولات الصداقة ويا ديماري لي على صاحبي. قالت لي لا في اون بير فو سافوار ان بروفيتي مي فوك تو ساش كو لا في تورن فو تو غاردي اون ميموار. ويقول لها ميلا جبت لك امك انا ريحي. ولكن هذا المشكل راه ماشي غير عند صاحبي، راه عند بزاف الناس. هالجهه وجاي وغدا وتسمعوا الكوارث. لا بصح واحد راه واحد النهار راه بزاف لي زوم عباد الله، عرفتي شنو نقراها؟ لي زوم الرجال لي حمص حشومه. والمشكله كتجي تشوف السي في ديالو كتهبط جيت لي لونغ قاره، العربيه ماتيرنيل فرونسي لو اكري بارلي، كتجي لونغلي بون ميتريز. قلت لي واحد النهار وات تايم از ات بليز، ويقول لي تايم. توصل اوكلوك نجاوب خويا. بون ميتريز. ولكن هادشي شنو اللي دارو؟ بريباراسيون تاع الدقيقة 90، عولتي على الزبيب، والله لا نجحتي. ديما عندنا الدقيقة 90 عاد كنبداو جري ما تجري. كاين واحد النوع اللي ما تستريساش ما كيحسش براسو مزيان. راه تف الا جيتي تشوف تف الصحه ديالنا راه تا كيعطي الله اللي عطاه. عاده ديال الريجيم خاصك ما تاكلش هادي وما تاكلش هادي وما تاكلش هادي. كنعرف واحد الحاجه كتاكل كل شيء من عائلتنا، هي ماشي عائله ديك القريبه، عائله بعيده
زعما لا بغيتي تقول بحال ريحه الكفته، الكفته في بانيوت الجزار. كنقول لها الحاجه كيسير هادشي صعيب عليك، راه الصحه راه ما بقى لها والو، راه كاينه موت وحده ما غنعيشو جوج مرات. كنقول لها الحاجه الرمان راه حلو عليك بزاف، ومالها مذكور في القران كاع ما يضر. الحاجه راه المرض مذكور في القران. اما واحد راجل قال لها ما تعرفيش، يا ويلك شي نهار وتقول لي الحاج واش بغيتي اتاي مسوس؟ اعطينا حلو اتاي مسوس، اتاي هذاك على الموز غاريت، اعطينا الحلو انت حاقرني واقيلا ما جيتيش في يامي، راه كنت ناكل الشفنج وندوز بالسمن ونشرب وراه اللبن. واو على منو عندك الحاج، زعما كنتي بهذا الشيء كدير شي حاجه، داك النهار وما طال انت فيك القبض. الله راه السهال، ايه السهال كلشي عندك ديال السهال، السهال راه كيخلصوا عليه الفلوس اش الشريف. ولكن اللي كيعجبني هو واحد السيد عندنا في الدرب كياكل كلشي اللي تحط في المقله يتقلى، ما كاينش كيمشي للعراسات. عرفتي ملي كنعرفوه كاين في شي عزو مثلا، كاين شي عزو كنعتبروا راسنا غنمشيو على الاجر، ما كيشيط والو. اول مره غادي نعرفو قلت بلا ما ناكل في دارنا، نمشي حتى للعزو عندنا في الدرب ونشبع مزيان. جلست حداه في الطبله، هو من داك النوع اللي كيجي غاسل يديه، الطاس راه كيدور وكيدير كينومر في هذوك الهدا. تحط الدجاج، اول مره كنشوف الدجاج طار وهو طيب، كيخلي العظومه ويلا خلاهم عزيز عليه القروش. تهز الدجاج تحط اللحم ويهز واحد الطرف ديال الشحمه كيدير الفلان سخون، ماكلاهش شفطو. تهز اللحم تحطها تسفه وفوق هذيك الزواقه ديال السكر كلاصي والقرفه، نزلات ايد بازوز فوق الزواقه ديال القرفه، بازوز زيد ديبان الزواقه ديال الطبسيل. شكرا. تهزات السفه، تهزات السفه تحط ديسير بعزوز حيد الفم، كياكل بالحفه، كيعفط على الليمون، كيشد البنانه، كيورك على البنانه القالب كيدخل داخل ولومبالاج كيبقى برا. شكرا مراكش.